بعضمة لسانه ما بلاش نتكلم في الماضي، خلينا هنا احسن. كابتن جمال عبد الحميد في اون تايم سبورتس بعد مباراه الاهلي والزمالك او اول امبارح الحقيقه، له راي، وزي ما المهندس عادل اشار، انا مش هتكلم على المنافس، انا ماليش دعوه بالمنافس، لكن احنا لامتى هنفضل نتظلم لصالح المنافس؟ نفسنا مره نتجامل زي ما المنافس بيتجامل، ويتم تهيئه الامر وتصويره حتى للاجيال الجديده وللناس اللي بره، انه الاهلي ده مفتري جدا وبياخد حاجه مش من حقه، وانه المنافس المحترم نادي الزمالك الشقيق ضحيه لكل هذا الظلم. هنشوف الكابتن جمال، لكن عهد ووعد علينا يا كابتن جمال، مش هنرد عليك خالص، ومحدش هيرد عليك الا الناس اللي ليهم في نادي الزمالك ربما تاريخ كتير وكبير عنك او زمايلك، لكن وعد مننا مش هنتدخل ابدا. نشوف الكابتن جمال. طول عمرنا مظلومين يا كابتن، في حد على طول مظلوم؟ صدقني اللي صالح مين يا كابتن؟ ما هو كله بيشتكي. يعني انت اما لعيب يطير يلعب الكوره بايديه وما تحسبش ضربه جزاء، تمام ماشي، ده مش ظلم اكيد ظلم، بس في بس في مواقف ثانيه، اما انا احط جول، في مواقف ليك وعليك، اما انا احط جول ومن نقطه الجزاء واللعيب مغطي بتاع المنافس من 6 ياردات ويتحسب تسلل، يبقى ده مش ظلم. اما الكابتن حسن شحاته يحط جول من نص الملعب يبقى ده مش ظلم. اما احنا ده من زمان قوي يا كابتن، ما انا بقول لك من اول زمان لحد دلوقتي احنا الظلم ماشي، احنا اكتر ناس مظلومين، ما تجاملناش ابدا، نفس حد يجاملنا مره ولا واحدة. مره يا كابتن، مره واحده، طيب احس ان انا طالع اقول ايه بصراحه. يعني يشكروا بصراحه، مفيش الكلام ده. بص في حاجات كتير جدا ممكن تعدل الموضوع ده، ان الفار يبقى حقاني، التصوير حقاني، الحكم عادل. يعني احنا يعني بنلعب كره عشان تنافس الشريف، مش عشان انت تظلمني وافضل بقى مشدود طول الوقت. يعني جون كابتن حسن شحات ده دليل يعني والله العظيم ثلاثة، ما هو لاقيين حاجه او اللي بيتكلموا لسه على هذا الكلام ده بقى امر يعني طب انا مش هتدخل لان الاستاذ ابراهيم بيبص لي، هو وعدكم بالراسه دي بتاعته بقى. والكابتن جمال بيقول لك طول عمرنا مظلومين، عمرنا ما اتجاملنا مره واحده، فشوفنا يوم حلو. يعني انا وعدته ان الكابتن جمال راجل محترم. انا بس ليا تعليق صغير للاخوه والاصدقاء الزملاء اللي بيسمعوه من الساده الاعلاميين او المذيعين اللي بيستضيفوه، ما حدش بيركز في الكلام وبيسالوا على الوقائع، لانه ممكن بيقول حاجات ما بتحصلش، يقول لك ممكن تحط، ينفع نحط يجي فينا جون بايد وتتحسب جون وكانه مارادونا هو اللي عملها. دي حصل في الاهلي، دي اتعملت وطارق الجلاد لعبها سماش في الجو، وكان الكابتن جمال في الاهلي، فربما لسه فاكر ان دي كانت في الزمالك وهو كان في الاهلي، لكن ما علينا. انا وعدت الكابتن جمال وغلاوته عندنا مش هنرد عليه ابدا، لكن هنسيب الكباتن الكبار نجوم نادي الزمالك عبر تاريخه اللي ربما كان ليهم فعلا اسهامات في الزمالك ربما اكتر من الكابتن جمال يردوا. البدايه مع المعلم او ملك النص الكابتن فاروق جعفر، نشوف. كان يجيبوا الحكام في البطولات الافريقيه ونقعد مع الحكم، وانا كنت بقعد مع الحكم ككابتن. الحكم يقول لي عايز ضرب الجزاء ولا تطرد لعيب؟ ومعايا الاداره ومعايا مدير الكوره ومعايا مدير اداري قاعدين معايا، اختار ايه؟ لا استنى مش فاهم دي، يعني حكم يقعد معاك؟ انا يقعد معاك بس زمان الحكام الافارقه كانوا بيجوا يقعدوا معانا قبل المباراه، احنا عايزين ايه؟ انت بتتكلم جد يا كابتن؟ خلاص بقى. انت بتقول يا كابتن تقول حاجه صعبه جدا يا كابتن. والله صح، بتكلم بجد. الحكام الافارقه بس اسال بتوع بورسعيد، عايزين يروحوا بورسعيد يعمل شوبينج ماشي، وبعدين ينزل عايز حاجات تانية يشتريها من القاهرة ماشي، مش عارف عايز ايه حاضر ماشي. يعني مثلا الحكم هينزل مثلا في شهر زاد، لا يا وديه مثلا سيم راميس، وديه الهيلتون مثلا. الحكم عايز عربيه يسافر بيها يروح بورسعيد، فالعربيه مثلا تويوتا، لا وديه جاب له عربيه مرسيدس يروح فيها. ده كان مع الزمالك. البوكت ماني بتاع الحكم مثلا هياخده الحكام، البوكت ماني مثلا 300 دولار، لا ادي له، ادي لكل واحد فيهم 1000 دولار مثلا. كويس؟ تمام. فيجي بقى تيجي الاجتماع اللي هو بتاع المباراه، الاجتماع الفني. استاذ جمال هقول لك ايه؟ ما اقدرش اتكلم،
ده مش بقى ده بيقول انت عايز ايه وطلباتك ايه وبياخد ايه ويروح فين وعايز طرد ولا بنالتي ونوع العربيه اللي يسافر بيها والبوكيت مانيول بس كل ده وكان بيظلمه. بيقول لك الحكم بيقول لي عايز بنالتي ولا عايز طرد ويروح يروح بورسعيد يعمل شوبينج ويتظبط التظبيطه اللي عايزها. ده يا جماعه كابتن فاروق جعفر في قناه نادي الزمالك. ما تسالنيش تاني انت قلت ان مش هنعلق. طيب كابتن فاروق جعفر بقى الحقيقه ملك ضربات الجزاء اللي النادي الاهلي بياخدها ظلم، اللي النادي الاهلي بيتجامل، واللي الكابتن جمال عبد الحميد نفسه في واحده منهم مره واحده. نشوف الكابتن فاروق مع الكابتن مدحت شلبي. اخذت كم ضربه جزاء في حياتك بالطريقه دي يا كابتن فاروق؟ كل ضربات الجزاء كل ضربات الجزاء في من سنه 80 لغايه سنه 84 85 كل ضربات الجزاء ما فيهمش ولا واحده جميله يا كابتن فاروق. ولا واحده سليمه. ولا واحده ضربه جزاء. خمس سنين بتشيل المدافعين. البطوله الافريقيه يا كابتن البطوله الافريقيه كان وليد صلاح الدين كنت قاعد اقول له كده البطوله الافريقيه سنه 84 احنا ثلاث ضربات جزاء مصيريين في حياه في تاريخ نادي الزمالك. نعم لعبنا جيت الجزائري، انا كنت جاي من تنزانيا كان دراعي مكسور وكنت مجبس ما لعبتش مباراه جيت هناك. مغلوبين 3-1. الكره مش ماشيه يا كابتن، ما اصل جوه الملعب فيه حوالي 120,000 عايزين نجيب له جول، ما الجول هو اللي هيفتح الموضوع. فالكابتن لطيف كان بيذيع الماتش ان انا ما روحت بالليل اتفرج على ضربه الجزاء، قال لك ده العالم كله شايف الكوره وشاف الكابتن وشاف فاروق جعفر وهو بيتضرب. هو بيعدد من موقفك رحمه الله عليه. فانا رحت رايح خابط نفسي فيه وهو بيحمي الكوره عشان حارس المرمى ياخدها. ملوش حل تاني خالص، هو عمل لي الاعاقه لكن هو في الحقيقه ما لمسنيش. يعني انت لدرجه اللعيبه بتاعت الجيت دولت قعدوا ده في بقى مباراه الجيش المغربي. الكره اترفعت، انا رحت اللعيب بيلعب، كنت بلعب سنتر فيرود، اللعيب بيلعب على يمان، فانا الكره جايه فهو باصص للكره انا باصص للكره والحكم باصص لنا. فانا رحت رايح في اتجاه الكره، وانا رايح هي دي الحكم ما شافش، طب انا وقعت ايه المناسبه ان انا اقع؟ لازم يكون ده عمل لي اعاقه، ضربني، عمل لي اي حاجه. وطبعا شوف بقى الحكم يا كابتن مدحت، الحكم مش شايف اي حاجه غير يجري على النقطه. رجعها نصر. الحكم مش موجود خالص في نص الملعب، بس لقى واحد بيتكوم. طب ضرب ده ازاي يا جماعه؟ راح حاسب لي ضربه الجزاء. اداك ضربه. بص يا كابتن جاي ازاي؟ بص جاي حاطط صباعه على فين؟ على النقطه. ولا شاف حاجه اساسا. ولا شاف حاجه. بس اهو تركيزه كله على ضربه الجزاء. ده كلام يستحق التعليق النبي، وبمثل هذه المباريات تتحقق البطولات من السبع. الكابتن فاروق بيقول من 80 ل 84 85 بيقول لك ما في خدت بطوله في افريقيا الا بضربات جزاء ولا واحده صحيحه. اللي بيقول كده كابتن فاروق كابتن الفرقه في بطولات فعلا بيزحم فيها الاهلي على نادي القرن. في حوار مش زله لسان ولا حاجه، ومتصله وبيستعين بالصوره، يعني بيستعين بالصوره. مره بيقول لك انا رميت نفسي تحت رجلين الجون، واخد بالك؟ في مباراه بطل الجزائر بيقول لك، وبرده علشان الكابتن جمال بيقول لك لما يبقى في مخرج عادل ومعلق عادل ومصور عادل يحصل ايه؟ طب يا كابتن جمال تاخد ضربات جزاء. كابتن فاروق حاطط في دماغه يرد عليك من خمس سنين فاتوا وانت لسه قايلها امبارح. قال لك الكابتن لطيف بيقول لك بص العالم كله شايف فاروق جعفر بيتضرب، وكابتن فاروق بيقول لك لحد لمسني انا رميت نفسي تحت ضربه على البيت. بيقول صدقت، بيقول لك انا صدقت وانا بتفرج لقيت الكابتن لطيف بيقول لك بص فاروق بيتضرب. ده كابتن فاروق جعفر اللي بيتكلم يا كابتن جمال.